ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المحلل العسكري والسياسي العقيد أحمد الحمادي. أهلا بك سيادة العقيد، وأسألك في البداية عن تفسيركم لاستمرار النظام في هذا القصف الكيماوي واستهدافه كل من حرستا ودوما اليوم في ريف دمشق وكذلك الخوين في ريف إدلب. كيف تفسرون هذا التحدي الذي يواصله النظام؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. طبعا النظام ليست هي المرة الأولى التي يرتكب بها كهذه الجرائم، جرائم الكيماوي، بل هي أكثر من 200 مرة استخدم الكيماوي والكلور على الجبهات. وعندما يعجز النظام عن تحقيق أغراضه العسكرية عن طريق القوة العسكرية ورغم الدعم الروسي الغير محدود، يعني روسيا جربت كل أنواع الأسلحة، لم يتبقى إلا الأسلحة النووية حتى تجربها في الشعب السوري وتدمر بها الشعب السوري. اليوم النظام بعد أن عجز عن فك الحصار عن قواته المحاصرة في إدارة المركبات وفي المعهد الفني وفي باقي المناطق في حرستا، وبعد أن سيطر الثوار على مناطق واسعة في تلك المنطقة، اليوم لم يبقى لديه إلا استخدام الكيماوي ضد المدنيين، فتمت استخدامه في حرستا وفي دوما رغم عشرات القذائف وعشرات الجرائم التي يرتكبها في سقبة وحمورية ومديرة ومسرابة. سيادة العقيد، لو نتوقف فقط عند جزئية استخدام هذا النوع من الأسلحة المحظورة، الغاز غاز الكلور السام هو محظور دوليا وسبق لعدة منظمات، من منظمة الأسلحة الكيماوية سبق لها أن دخلت إلى سوريا وحظرت استخدام النظام لمثل هذا السلاح. كيف تفسرون هذا الاستخدام ومواصلة استهداف المدنيين به؟ طبعا عندما يعجز المجتمع الدولي بأسر والأمم المتحدة عن إخراج 157 طفل من الحالات الصعبة من الغوطة الشرقية من أجل العلاج، وعندما يعجز المجتمع الدولي على الضغط على هذا النظام المجرم المتمترس خلف القوة العسكرية الروسية وراء الفيتو الروسي الذي منع حتى التحقيق في جرائم الكيماوي، يعود النظام لاستخدام هذا النوع من السلاح وارتكاب الجرائم الكبرى، جرائم التهجير. سمعنا كثيرا عن جرائم وما حدث في سجن صيدنايا من المحرقة وصور 55 ألف صورة من صور القيصر، وكل العالم عرفها ووزعها العالم، ولم يستطع إجبار هذا النظام على أي شيء لأن روسيا اليوم تدعم، وكذلك المجتمع الدولي يقف عاجزا ولم يبدي أي اهتماما بالمسألة السورية، ونخص اليوم الولايات المتحدة التي نسمع كلامها نقول بأن الأمور جيدة. اليوم الأمريكيون يقولون علينا لا نقبل إلا في مفاوضات جنيف، وعلينا أن نرغم إيران على الخروج من المسألة السورية، وكذلك حزب الله، ولكن على أرض الواقع لم يقدموا شيء للشعب السوري من أجل الدفاع عن نفسه. وباعتباركم تحدثتم عن هذا اللغط الحاصل بين ربما لا نقول أصدقاء الشعب السوري كما يسمونهم، كل من واشنطن، طهران، موسكو، وكذلك أنقرة التي حصل خلاف مؤخرا بينها وبين طهران وموسكو، أين هي المعارضة اليوم وأين هي الوجهة التي ستتجه إليها في ظل هذا اللغط الكبير عشية انعقاد مؤتمر سوتشي وكذلك قبل أيام قليلة من جنيف؟ طبعا مؤتمر سوتشي هو ما أراده الروس والنظام من أجل الضغط، أرادوا الضغط العسكري على منطقة الغوطة وقسم الغوطة قسمين على أقل تقدير وتحقيق مكاسب ميدانية كبيرة على الأرض، وخاصة في السيطرة على مطار أبو ظهور من خلال الحملة العسكرية العنيفة جدا والغير مسبوقة منذ 7 سنوات، من أجل أخذ المعارضة والسوريين إلى سوتشي ليقولوا لهم بأن لم يبقى لديكم أي هدف استراتيجي، فأنتم مرغمون على أن تقبلوا بما نمليه عليكم. هذا ما أراده الروس والنظام، لكن المعارضة السورية وفصائل الثورة أدركت هذا وفاجأت الروس والنظام بالمكان والزمان في حملة عسكرية أسقطت من يدهم هذه الورقة القوية. اليوم الثوار في منطقة حماة وإدلب استطاعوا قلب المعادلة واستطاعوا تحقيق
تحقيق انتصارات ميدانية واستراتيجية ضخمة جدا في مفاجأة الروس بأنفسهم، حتى ذهبت وزارة الدفاع الروسية إلى القول بأننا قدمنا ما لدينا من القوة العسكرية لكي تستطيع إيران والنظام من تحقيق نصر في إدلب والسيطرة على مطار أبو الظهور، ولكن لم نعد نثق بقدرات النظام، فرأينا بأن قلاع النظام زيادة تعقيد. معذرة على المقاطعة، أختم معك بالسؤال، إلى أي مدى تظن أن استخدام السلاح الكيماوي مجددا من قبل النظام اليوم سيفشل الملف أو المشروع الذي قاموا به من خلال خفض التصعيد في عدد من المناطق؟ طبعا هذه المعارك وهذه الأحداث التي تقع اليوم على الجغرافيا السورية، أتوقع بأن أستانا أصبح جزءا من الماضي إن لم يتم التدارك الروس عن خطائهم ويعودوا إلى مؤتمر جنيف ويعودوا إلى جعل مصلحتهم مع الشعب السوري وليس مع نظام مجرم قاتل نظام بشار الأسد الذي يستخدم الكيماوي. الروس اليوم عليهم أن يعيدوا تفكيرهم بأن من يدعموه في سوريا ليس إلا مجرما قاتلا مثلهم، والروس لا يحسنون التعامل سياسيا بل هم يحسنون القتل ومن خلال طائراتهم ومن خلال أسلحتهم. على المجتمع الدولي اليوم وأصدقاء الشعب السوري أن يعيدوا هذه المرة التفكير مليا بأن الشعب السوري لديه مطالب حقيقية، لديه حقوق يجب أن تصل إليه، وأن هذه الطغمة الحاكمة التي تستخدم الكيماوي وتهجر الشعب السوري مكانها الوحيد هو محكمة الجنايات الدولية. أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري والسياسي العقيد أحمد الحمادي، كنت حاضرا معنا هنا في استوديو الرافدين.